زيارة المستشفى المرضى والمعاقين، وقدمنا لهم هدايا يعني متواضعة باقي باش نشاركهم في عيد الطفولة تاعهم. وعندنا يعني أمنية، يعني هذه كانت الطبعة الأولى، والأمنية تاعنا أنها تكون في الطبعة الثانية يعني 2016 تكون فيها عدة جمعيات مشاركة كما سبق من قبل. شاركت معنا جمعية أصدقاء الشيخ العربي تبسي، وجمعية الخواطر، وجمعية تاعنا اللي هي جمعية شموع السعادة. إن شاء الله يا ربي المرة تكون فيها جمعية مشاركة في الولاية وخارج الولاية، ولما لا تكون فيها ورشات، ورشة العرائس كراكوز، ورشة المطالعة، ورشة الرسم، ورشة كما نقولوا احنا رسم الأطفال في يعني الاطفال وكاع كاين نرسموا لهم بعض الاشياء يحبوها في الوجه تاعهم. وان شاء الله بربي نتمناو من السلطات المعنيه انها تدعم هذه الجمعيه، خاطر رانا نقارعوا في الدعم من طرف الولايات في الولايه باش يدعمونا باش تكون الطبعه يعني ناجحه المره القادمه باذن الله. فنذكركم برك هذيك العذرة الايام اللي قدمناها راهي يعني على مستوى الولايه كلاسة البريمير، خطاش ليا من ناحيه التنظيم، من ناحيه عدد المشاهدين اللي كانوا حاضرين اللي وصلت حوالي 5000 متفرج على ما اظن حسب الصور اللي شفناهم، 5000 متفرج اللي حضروا وشاركوا معنا هذه الفرحه. ماذا بين حنايا فلما لا تكون اكثر من 5000، ولكن